وهتجيب قطر الشعب كله ازاي؟ المشكلة مش في قطر الشعب، المشكلة هنا مين هو الشعب؟ الشعب؟ احنا يعني كل الناس. مش كل الناس شعب واحد، احنا اكتر من شعب، احنا شعبين ويمكن ثلاثة كمان. يعني ايه؟ ما كلنا مصريين. ايوة كلنا مصريين، بس مش كلنا نفس الشعب. يعني تفتكر الراجل ابو بنطلون مفزر اللي بيركب ميكروباص ترامكو او توك توك من نفس شعب الراجل ابو بدله اللي بيركب مرسيدس او بي ام دبو، ولا الست اللي بتصيف في كاليفورنيا او مارينا من نفس شعب الست اللي بتصيف في جمصه وبلطيم؟ نفس الشعب مع اختلاف الليفل. كده انت فهمتني يا خالد، هو ده اللي انا بفكر فيه. مين بقى من الشعب نجيب قطر الهاي ليفل ونخليهم يحسوا بالغلابه، ولا نجيب قطر الغلابه ونخليهم يشتغلوا اكتر ويبقوا هاي ليفل؟ لا بقول لك يا علي، بص بقى انا مش فاهم اي حاجه، وحاسس ان انت المفروض بقى ايه تاخد اجازه وترتاح في البيت. عليا النعمه، انا ما كنت اعرف ان انا لما اعرفك على مستردة كهربت مخك هتفصل بالشكل ده. لا 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 انا بالعكس بالعكس، انا مخي زي الفل والفولت عالي كمان. بكره تشوف انا ومستردة هنعمل ايه. لا انا حاسس ان انت اتعمل لك عمل زي اللي عملناه الربيع بالظبط. احلى عمل في الدنيا، العمل اللي هيطلع البطل اللي جوايا. انا ربيتك على النضال، زرعت جواك الامل منذ صغرك، واديكي شفتي بنفسك اني ما طلعتش غلطان. والله يا بابا انا كنت خلاص يئست وحسيت ان انا هتحول وهبقى كائن سلبي زي معظم الناس، اشوف الغلط وادور وشي. بس التغيير الغريب اللي حصل لربيع مديري وضميره اللي صحي فجاه ده اداني امل كبير قوي. اوعي تستسلمي ابدا، اياكي والاستسلام. صوتك الايجابي ده هيشيل التراب من على عقول وقلوب الناس. ارمي الطوبه على الغلط، خلي الماء الراكد يتحرك ويخرج القرف اللي راقد تحتيه. ايه ده؟ طب ايه اللي عايز بنتك ترميه؟ انت عايزها تلبس قضية شغب؟ جريها لا فزعتينا، قضية شغب ايه انت كمان؟ هو بيقول لي ارمي طوب على الغلط يا ماما، مجازا يعني. هو ايه اللي مجاز يعني؟ النهارده يقول لك ارمي طوب على الغلط، بكره يخليك ترمي مولوتوف على الجامعه. ايه ده؟ هل الخيال الغريب ده؟ ده خيال مبالغ فيه وواسع. أكيد هتقولي إن بعد بكرة حولها تركب دبابة وتدوس على الناس. مش هتلحق يا حبيبي، هي هتتمسك من أول طوبة وهتعترف عليك من أول ألم، وبكرة نشوف. بابا أنت معاك حق في كل حاجة. معاه حق إنه يحردك على الشغب والمشاكل وأنت موظفة حكومة يا بنتي؟ لا لا يا ماما، هو معاه حق إن حضرتك خيالك واسع أوفر كمان. بابا راجل اشتراكي بعقلية فيلسوف، عمره ما هيطلب مني إن أنا ألجأ للعنف. بس انا شكلي اللي هطلب منه نتجوز عليك يا ماما. نعم يا حلت امك، اعتبريها اشتراكية يا ست ماما. طب خليه يعملها كده وانا هفرجك انت وهو على الديكتاتورية الوحشية، وانا بقطع راسه حتة حتة وبديها لك هدية يا حلت امك. بس عليك يا هلولة، انت تصدقي ان انا ممكن اعمل كده واتجوز عليكي؟ ايوه كده اظبط. وانا عبيط مالك خفت منها قوي كده ليه يا بابا؟ وشك احمر، فين كلامك عن الشجاعه والثوريه؟ دلوقتي معاد الدبلوماسيه، اصل امك دي ست فاشيه ودمويه. بتقول حاجه يا ششتاوي؟ بقولها اني مش ممكن اتجوز عليكي ابدا، لاني بقدس حياتنا الزوجيه. يا رب يا رب ابقى ارمل بكره. استاذ في الدبلوماسيه يا بابا. ولا سحر ولا شعوذه، ولا سحر ولا شعوذه. اللي قول لي يابا، بما انك راجل مثقف ودماغك وزنها كتب وبتفك الخط بالعافيه، تعرف ايه عن الشعب؟ والله يا ابني انت فاجئتني بالسؤال ده. فاجئتك ايه بس يابا؟ هو انا سالتك سؤال في الكيمياء، تعرف ايه عن الشعب؟ شعب يعني بيبول. نورت المحكمه يابا. شعب يعني بيقول ده بالانجلش، انا عايز اعرف معناها بالعربي يابا، مين هو الشعب تحديدا؟ الشعب يعني الناس. انهي ناس بالظبط يابا؟ انا وانت وامك واختك والجيران والاصحاب. هو ده الشعب؟ مش فاهمني يابا، يعني انت مثلا كنت شغال في الحكومه في الداخليه، وانا دلوقتي شغال في الحكومه بس في الجامعه حكومه تانية، احنا بقى من الشعب ولا من الحكومه؟ يا ابني ما الحكومه من الشعب والشعب من الحكومة. صعبتها علي يابا. قولي انت يا ابني عايز ايه بالظبط؟ عايز اعرف مين هو الشعب بالظبط. مطلوب مني كده كشف يابا عن حالة الشعب، ومش عارف بصراحة ابدأ منين. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز شعراية من راسك يابا. انت اتجننت يا ابني ولا ايه؟ هو انا دماغي فيها كام شعرة علشان تاخد واحدة منها؟ يابا هي واقفة وهيشة هي وملهاش اي لازمة، ده حتى شكلها وحش. اهي يابا بالراحة بالراحة.
احنا دلوقتي طالعين عند اقدم بناء في التاريخ، هرم خوفو. ده اقدم من عبد الوارث عصر يا مي. على فكره يا علي، هرم زوسر المدرج اقدم من هرم خوفو. اذا واقدم من عبد الوارث عصر برضو؟ اذا انت تعرفت هرم سقاره منين يا مي؟ يا ابني انا مش قلت لك ان انا مصريه اكتر منك؟ اه يعني مش عارف اعمل عليكي مرشد سياحي واعرفك تاريخ بلدك؟ لا اعمل كده على حد غير يا استاذ. على فكره أنا من أوائل كلية الآثار ومذاكر الأهرامات دول حجر حجر. وعلشان كده عايز تسيب بلدك اللي فيها نص آثار العالم وتسافر أمريكا تشتغل أي حاجة غير مجالك اللي أنت تفوقت فيه؟ أسيب بلدي اللي فيها نص آثار العالم؟ وأنا أعمل إيه بالآثار؟ ما أنا هسيب أبويا وأمي نفسهم، وبعدين نفعتني بإيه شهادة الآثار؟ على الأقل في أمريكا هيقبضوني بالدولار ويمكن يقدروني عشان أنا شبه أوباما. يعني أنت كل اللي همك الفلوس ومع ذلك سايب شغلك وجاي تفسحني مش كده؟ ما عنديش شغل دلوقتي. وعلى سيرة السفر، أنا سافر يومين كده برا مصر وراجع تاني. ليه؟ هتسافر ليه؟ ها؟ آه شغل، شغل يا مي. فين الشاي يا جاد؟ أيوة جيل عندك واحد شاي على مية بيضة وقهوة. على فكرة بقى علي، أنا فكرت أعمل نفس اللي أنت عايز تعمله بالظبط، بس رجعت وقلت إن ده عبط. ما هو أنا لما ألاقي حد مضايقني في حياتي ومش عارف اعمل معاه اي حاجه اخد قطر واروح لمستردة، انما لما قطر البلد كلها مش للدرجات دي يعني يا علي. ما البلد كلها مضايقاني يا خالي. مش هتلحق تلم غير من كام واحد لحد ما حد يقفشك وهوب يا معلم يلبسك قضيه سرقه واحتمال كمان الناس تاكلك علقه. اه والله. ليه يعني انت شايفني همشي انشل الناس في الشارع؟ انا كفايه اخد حاجه مميزه من كل بلد. حاجه مميزه من كل بلد ليه؟ هو انت هتسافر كل بلد عشان تلم القطر يا مجنون؟ ايه هسافر كل بلد دي؟ قصدك هنسافر انا وانت هنروح الجامعه دلوقت ونخلي ربيع يمضينا على الاجازه ونسافر سوا. انا مش هتحرك من هنا. سافر يا عم انت لوحدك، انا مالي بشغل الجنان ده. انت اللي عرفتني السكه وحياه مستر ده، خد قطرك انت كمان وخليه يسخطك اكتر ما انت مسخوط. انا اللي جبت ده كله لنفسي. حمار بكره تشكرني علشان خليتك تشاركني المهمه القوميه دي. يلا بينا يلا بينا، بلاش هبل. ولا سحر ولا شعوذه، ولا سحر ولا شعوذه. ما تنساش يا خالد وانا بخلي ربيع يمدلنا على الاجازه تسهي تهاني وعبير وتاخد قطر. لا احنا مش محتاجين حد يسهيهم علي، هم على طول اصلا مش هنا، زمانهم اجازه. يبقى تفتح درج كل واحده فيهم وتاخد منه حاجه وسيب منار عليا انا. حتى منار صاحبتك؟ حتى ابويا نفسه. شايف الشعرايه دي؟ دقق كده، دي بتاعه ابويا. اوبا يلا حلال على مستارده. يا استاذ علي، يا استاذ علي، ينفع كده يا استاذ علي؟ في يا جاد، ما احنا متفقين ان النظام شكوك والحساب اخر الشهر. انا مش بناديك عشان الحساب يا استاذ علي، بس بصراحه كده ما لقيتش اللي بتاع الشيشه اللي صاحبك كان بيشربها. لي انت خدت حاجه يا خالد؟ انا؟ طب ان شاء الله ادفعه ويقف في زوري لو كنت خدته. غريبه. هعمل ايه بالله؟ قول لي. امرك غريب يا جاد، روح امشي امشي، فضحتني قدام صحابي. حقك عليا يا استاذ علي، عندي انا دي، ما تزعلش. واخد لي الشيشه تعمل بيها يا علي؟ قطر كل اللي قاعدين على القهوه. طب كنت خد معلقه ولا حتى مبسم، انما لي شيشه. مش كل الناس بتمسك المعلقه، واحد بس بيستخدم المبسم وبيرميه، انما لي الشيشه ملايين المواطنين بيحطوه بقه. ايه ده ايه ده ايه ده، ده انت بقيت خبره اهو. لا انا كده شاكك بقى ان مستر ده عمل لك سحر. هو اداني الامل ودي حاجه مفعولها زي السحر. منار قاعده هناك يا خالد. بقول لك ايه، اوعى تقول لها على السر اللي هتفضحنا، دي لازقه هتشبط انها تسافر معانا. لا بصراحه بقى انا عايز اقول لها يا علي، يمكن تشبط وتسافر معاك بدالي. اقسم بالله لو اتكلمت لابلغ عنك واقول انك كنت بتروح لمستردة عشان تقلب نظام الحكم. ايه اقلب نظام الحكم؟ نهار اسود، انت عايز توديني ورا الشمس يا علي؟ ورا الشمس ده مكان قريب عن المكان اللي ممكن اوديك فيه. صباح الخير يا منار، ايه اللي مقعدك على السلم كده زي الشحاتين؟ وايه الكتاب اللي بتقري فيه ده؟ اكيد بتقري في القوميه الثوريه او الاشتراكيه وعلاقتها بالميتافيزيقيه او شيء من هذا القبيل. لا يا حبيبي، دي روايه رومانسيه. ايه ده ايه ده ايه ده، إيه؟ انت ليكي في الرومانسيه منار؟ اه كلها مهلبيه يا علي. هو انتوا ايه اللي جابكم متاخرين كده؟ خالد عنده مشكله رومانسيه برضه وجايين ناخد له اجازه مرضيه. مشكله ايه رومانسيه دي؟ هناخد اجازه كام يوم كده علشان اسافر مع الشرقيه عند قرايبه عشان نخطب له عقبال عندك. مبروك يا خالد، الف مبروك. آه الله يبارك فيكي. بس هخطب ايه بس يا جماعه؟ هو انا لا اكل؟ هتخطب وهتتجوز غصب عنك يا خالد،
وهتصلح غلطتك. يعني هتصلح غلطتك يرضيك يعني منار خالد بعد ما كان بيلعب مع بنت عمته عريس وعروسه على السطح واب وام البنت تكبر وخالد مش عايز يتقدم لها يضحك عليها؟ يا عم تقدم ايه بس اذا كنت انا ما عنديش عمام اصلا. اه يا نادلي يا جبان يا خالد، عايز تغلب البنت وهي من دمك ومن لحمك؟ يا سكور يا رجع يا متخلف. خلاص يا منار استهدي بالله ما تضربيهوش، هو بيقول كده بس عشان عايز يهرب من الجواز بس. خلاص ما تقلقيش انا خلاص اقنعت. بقول لك يا منار صلي على النبي كده في قلبك ها واهدي، ما تخلينيش اتغاب عليك والنبي. انا والله اقسم بالله ما مرتبط ولا زفت ولا حتى وعدت اي حد باي حاجه يا اخوانا، ده انا باكل نفسي بالعافيه يا اخوانا. اقسم بالله العظيم كلمه زياده يا خالد هقولها انك متجوز عرفي وهجرسك، والبت دي شرد انا عارفها. علي بجد انت راجل جدع وانا كل يوم بعجب بيك اكتر بجد، ربنا يكرمك. ماشي يا عم علي لما نشوف اخرتها. ايه ده شعري فك؟ ايه ده التوكه راحت فين؟ ايه ده التوكه راحت فين يا خالد؟ بص كده تحت رجلك شكلها وقعت مني، بس تصدقي شكلك كده احلى بكتير. بجد خلصت تسوقي فيها؟ هنستأذن بقى عشان هندخل لربيع بيه مضلنا على الأجازة قبل ما يزوغ. أستأذنك يا أستاذ ربيع مضلنا على الأجازة دي. أجازة أنت وخالد مرة واحدة؟ أمال مين اللي هيشتغل يا ابني؟ معلش يا أستاذ ربيع 3 أيام بس، كابتن خالد عنده ظروف وهسافر مع البلد. خير يا كابتن خالد؟ عندك إيه؟ أنا ايش عرفني؟ ما تسأل علي. أيوة يا ابني أنت عندك ظروف في البلد، أنت ايش عرفك أنت؟ اصل استاذ ربيع اهله بلغوني ان عمته جالها جلطه وخاله اتشل وابن خالته عنده تبول لا ارادي، وفي مشكله اكبر من كده بكتير. خير ان شاء الله، مشكله ايه؟ طار يا استاذ ربيع، خالد علي طار. بس انا اعرف ان خالد شرقاوي مش من صعيد مصر. اه هو من الشرقيه بس عنده عرق صعيدي، انت حتى لما تلاقيه بيتعصب كده تعرف على طول ان هو، والعرق ده بيطرده من زمان قوي يا استاذ ربيع، وانا هروح معاه عشان يقدم كفنه وربنا يستر بقى. لا حول ولا قوه الا بالله، طالما انت يا علي بتسعى للخير وبتحاول تهدي النفوس ربنا هيكرمك قوي، ربنا هيكرمه قوي 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 وينتقم منه ان شاء الله قريب. شكرا استاذ ربيع الله يخليك، هستأذن انا بقى عشان ورانا صف. جبت اللي اتفقنا عليه خالد؟ ادي كيس لب لقيته في درج عبير، ودي عدة الخياطة بتاعت تهاني. كويس قوي، حطهم جنب توكة منار ويلا بينا.